هدف المهرجان من الدورة الأولى إنه يبقى كل العاملين في مهرجان الجولة الأغلبية من المصريين، من الشباب المصري، وكمان السبونسرز يبقى كلهم مصريين. وهو صاحب رحلة كفاح كبيرة وجميلة ومميزة واستثنائية جدا. أنا بتكلم من القلب، مش محضرة كلمة، علشان إحنا كلنا بنحبه فعلا من قلبنا ومفتقدينه جدا جدا. والحقيقة كان ممكن جدا يهتم بالمهرجان فقط عشان مهندس نجيب ساويرس او المهندس سميح ساويرس، لكن في حقيقة الامر هو دعم شباب المهرجان، هو امن بينا وقال لنا انا هدعمكم، انا هقف معاكم، انا هقف جنبكم. وده حصل. وجينا عند الدوره الثالثه لما كلمته قلت له هتكمل معانا يا استاذ محمد؟ قال لي طبعا هكمل، وانا جاي لكم لحد عندكم. وجاب نفسه وجي لحد المكتب. قلت له عيب يا استاذ محمد، حضرتك قيمه كبيره واحنا اللي نجيلك لحد عندك. قال لي لا، انتوا ولادي وانا بحبكم وانا مبسوط بنجاحكم وبانجازكم ده، وانتوا مشرفين وانا جاي لكم لحد عندكم. هذا الرجل المكافح المتواضع اللي عنده اصرار شديد جدا جدا، زي ما قلت لكم احنا مفتقدينه حقيقي حقيقي. وانا ما دمعتش على حد ولا بكيت على حد بعد والدي الله يرحمه غير ثلاث أشخاص، منهم محمد الصغير. تحية لمحمد الصغير في العالم الآخر اللي سمعنا النهاردة على الجنب التاني، بنقول له احنا هنا وفاكرينك وبنحبك. وطبعا يعني أستاذ محمد ما كانش محتاجني ولا محتاج الشباب، كان محتاج انه يشجع الناس، انه يساعد رحلة نجاح تانية. هو طبعا كان عنده النجمة الجميلة ليلى علوي والنجمة يسرى وكل نجمات السينما والوسط الفني، كانش محتاج بشرى ولا عمرو ولا كمال ولا امير ولا انتشال ولا اي حد من اللي اسسوا مهرجان الجونة. بس هو امن بينا واحنا هنفضل فاكرينه، عشان في العصر اللي احنا فيه ده ناس قليلين قوي بيأمنوا وناس قليلين جدا بيدعموا، وهو كان واحد من القليلين دول. هتوحشنا يا استاذ محمد، بس انت يعني هتفضل دايما على بالنا وفي قلوبنا وفاكرينك. واللي خلف ما ماتش، اللي خلف ما ماتش عشان ساب مها الصغير بحنيته وطيبته وجدعنته، وساب مصطفى الصغير اللي هو ورث منه اصراره واجتهاده وتعبه وشغله ومثابرته. وطبعا عمرنا ما نقدر ننسى رفيقة الكفاح مامة مها الصغير ومصطفى الصغير اللي ابتدت معاه مشوار من الأول وساعدته وراحوا وجابوا كل التوكيلات العالمية واشتغلوا. تحية للزوجة الرفيقة اللي هي بتقف جنب جوزها، تحية كبيرة جدا جدا لأنها فضلت معاه لحد آخر المشوار. يعني بصراحة من أحلى الحاجات اللي بنعملها السنة دي في مهرجان الجونة السينمائي هو تكريم أهي. وصلت تحية كبيرة. اسمحوا لي بقى إن أنا اللي أقدم الست المكافحة، أمي الثانية بمعنى الكلمة، السيدة الفاضلة سليلة عيد عريقة عيد العلايم، السيدة ملك العلايم. اتفضلي يا ماما. كده حلو؟ اوكي. حب عمري كان محمد السعيد. وكفاح كان ممتع لانه كان بحب وكان بعطاء وكان بلا حدود. كل ما كان بيه محمد السعيد ده بالنسبه لي اكبر جايزه واكبر عمل. هو غير فكر تماما لمهنة جميلة جدا فنية، وكان بيحلم ان هو تبقى حاجة عظيمة جدا، مش بس في مصر، في الشرق الاوسط كله. ده العمل على فكرة. محمد اشتغل 60 سنة مش 40 سنة، لانه بيشتغل طول عمره وطول حياته بفكر
متقدم جدا مراقب جدا الله يرحمه. وانا بشكر كل واحد فيكم ساهم في تكريمه لانه فعلا فعلا استحق التكريم. اشكركم. الصغير الصغير شفتوا حتى الصغير طبعا هنقدم مصطفى الصغير الحقيقة يا جماعة جامد كبير مقام طبعا حلوة يا مصطفى بعض بعض
أول راجل في حياة أي بنت، هو اللي بيحدد نظرتها للعالم وبيخليها تشوف بنت رجالة عاملة إزاي. حاجات منها أنا ليها حاجات كتيرة قوي مع أبويا، حاجات كتيرة قوي كانت حلوة وجميلة، وفي حاجات كانت حزينة شوية. أنا حاجاتي معاه مختلفة على طول، ليه كل زي توم جيري، بس هو كان دايما يقول لي انت مش مراتي من كتر ما انا بغير عليه. اشوفه هي في الاول طبيعته ان هو يبقى واقف كتير مع ستات وبيقابل ستات كتير في الشغل، بس كنت بغير عليه غير عليا، عامله زي يعني اكون فعلا مراته مش بنته يعني. ابويا دايما كان بيتعامل مع ناس كتير من وقت ما هو صغير، وابتدى بيه من هو ابتداه وهو صغير كان عنده 8 سنين. سامحني يا بابا. حاجاتي بقى مختلفه معاه ليه؟ لاني كنت بحب اقعد اسمعه قوي بيتكلم عن حد، وكنت بحب قوي وهو بيحكي ان دايما كل حاجه سلبيه شافها في حياته كان بيحولها ازاي لايجابيه. حاجه بسيطه مثلا ان كان لما قمت تعاقبه زي اي طفل، فيقول لي كانت بتقعدني في البلكونه، كان يقعد في البلكونه ويقعد يبص على العربيات كده ويقول انا هبعت العربيه زي دي. في حاجه مهمه ان هو لما مات دايما الناس تقول ظهري اتكسر. طبعا حسيت ظهري اتكسر شويتين ثلاثه اربعه، بس طبعا يعني الاب مختلف، يعني الاب مختلف عن الزوج عن الاخ عن اي حد، الاب مختلف بالذات لما تكون البنت قريبه لابوها. وانا كنت قريبه قوي يعني، كنت بنبسط قوي لما يقولوا مها بنت ابوها، يعني بفتخر بيها. حاجه ثانيه، انا كبرت وانا بشوف بابايا مش راجل عادي، كنت دايما شايفه ده من مش بعد ما اتوفى، انا دايما شايفه بشوف وهو ازاي بيروح من نجاح لنجاح من ازمه لازمه، وكل ما كانت ازمه بتحصل ازاي كان بيخرج منها بذكاء شديد، وكان بياخد خطوه دايما لقدام حتى في مرضه كان. ومامتي تشهد على ده، انا بابايا عنيد جدا، وكان مع والدتي في انجلترا، وكان ياخد ريديو ثيرابي ويطلع يروحوا سينما مع بعض. ويمكن ده سر ارتباط مهرجان الاولى، ابويا بيحب الافلام قوي، بيحب السينما قوي. حاجه تانية كنت هقولها عن والدتي، ان الحلم ابتدى معايا، كانت هي دايما بتقول ان هي ستار ميكر، وهي فعلا كانت ستار ميكر، كان هو يحلم وكانت هي تساعده على تحقيق الحلم ده. النهارده احنا موجودين، وانا حابه اعلن حاجه تانية غير اللي مصطفى اتكلم عليها، ان غير ان احنا ان شاء الله مكملين في المحليات، وان احنا هنبقى موجودين كمان في محافظات تانية زي المنصوره زي طنطا زي دمياط، موجودين في حتت كتيره في مصر مش بس في القاهره والغردقه شرم الشيخ. حاجه بقى مهمه كان نفسي بقى موجود قوي عشان نسمعها، وهو كان مهتم بيها جدا، السي اس ار او التنميه المجتمعيه. احنا النهارده بنعلن ان احنا ان شاء الله هيبقى بيروح كل سنه برسنتج او نسبه من ايراد محلات محمد صغير كلها في التنميه المجتمعيه او السي اس ار. كل سنه هيبقى عندنا مؤسسه خيريه، السنه دي ان شاء الله هنبدا مع بهيه، وكل سنه هيبقى معانا مؤسسه خيريه ثانيه بيروح منها جزء من الربح. وبيتهيألي هو ده الاهم والاحلى واللي يفضل هو بيتكلموا مش عارفه ده. انا بقول ان احنا اول ما هو زي ما بتقول طبعا اول ما توفى ناس كتير قوي، فزي ما بتقول هنعمل طبعا سي اس ار، وعملنا له اوضه باسم في بهيه، وبقى طبعا هتكمل الموضوع ده لان احنا عايزين نكبره. ده الجزء ديني شخصي، لكن المره لكن اللي بقى بتعمله جزء مؤسسي، فهتقول
له هي هتكمله بطريقه افضل، لكن الشك بتاع الاوضه اللي باسم محمد عبد المنعم بين قوسين شهرته محمد الصغير هي دي بتصدق لاي حاجه عائله محمد الصغير هي اللي عاملاها، لكن الجزء الثاني ده المؤسسه. الفكره اللي انا بقول عنها او اللي قاعده بيتكلموا ان احنا ده هيبقى موجود بشكل بروفيشنال اكتر، هيبقى فيه في مؤسسه محمد الصغير ديبارتمنت او مجال مخصص، وهيبقى فيه موظفين للسي اس ار او للتنميه المجتمعيه هنبداها بمؤسسه هي، وكان نفسي تبقى موجوده معانا النهارده ليلى سلم وبحييها وبدايه معبديه، وهنكمل بقى لغايه ما اولادنا ان شاء الله يكملوا بعدينا، وده هيبقى موجود بشكل دائم وبشكل فاشل احتراف محترف. بشكركم ومش عايزه اكون طولت عليكم، وعايزه اقول لامي مش سامعاني هي انا بحبك قوي، ولولادي احنا ما كناش هنبقى واقفين هنا انا ومصطفى النهارده. انا بقى ليا ضغط صغير وهنزل كده عملت دوري ووقفت في ظهر مراتي ووقفت في ظهر اخ مراتي وفي ظهر حالاتي الجوية التانية. انا ظهر بشرى دي عشرة العمر، دي الحب الحب الصور الصور زي ما بقول. انا بس عايز اطلب طلب صغير ومحدش يستغربه، واتمنى ان محدش يعلق علي بالسبب. انا بطلب من كل اللي موجودين لو كل واحد ليه تعيين ودعوه في سنه ابقى شاكر افضل. شكرا جزيلا. نشاط مين؟ تعالى اسم محمد نشاط. محمود نشاط يا سيدي. يا لولا ما تطمنينا على الستيج يا لولا. طبعا تحيه كبيره للنجمه الكبيره ليلى عادل رفيقه الجار اللي امنت فيه وامن بيها وعشرت سنين في عالم الجمال والتجميل والتواصل ما بين صانع التجميل والنجمة السينمائية. عايزين نسمع كلمة منك ليلى بجد على أستاذ محمد. أنا طبعاً كل التفسير عن محمد وانا بعتبر نفسي عمك مها محمد وخالي مها وحماد احمد السقا وقت النزول، وده شيء بيشرفني جدا. انا يمكن ما عنديش اهل في مصر، محمد الصغير كان اهل ليا واختي وامي الله يرحمها، وانا عارفه ان هم دلوقتي اكيد ان هما حاسين بينا، لان لو الجسد بيموت الروح عند ربنا سبحانه وتعالى، واكيد حاسه واكيد فخوره بمها وبمحمد وبمصطفى وبولي وباحمد. والخير يا محمد اللي عملته في حياتك، الحب والعطاء والذمه والضمير والاحساس والانسانيه، ومفيش حد صغير او كبير في مصر او في الوطن العربي محمد الصغير ما قامش بالواجب معاه، صغير او كبير، حد اصغر واحد اكبر واحد في البلد، كل الناس بتعترف بانسانيه محمد الصغير بكرمه بخيره اللي عمله، وان هو مش عايز حاجه من حد، هو دايما بيدي دايما بيدي دايما بيدي. طمن يا محمد، مها ومصطفى هيكملوا مشوار محمد الصغير، واحنا سند ليهم يا رب. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك يا رب. شكرا نجمة جميله ليلى علوي. احنا رشاد بس هيقول حاجه، عشان رشاد يا جماعه اللي تعب واتمرمط عشان يعمل الفيلم، فعايزينه هو يتكلم، هو بيعمله بمنتهى الحب وبرضه خلاني اعيط. الله يسامحك. مساء الخير يا جماعه، مش هطول عليكم. انا جايز انتوا كلكم تعرفوني كمكير سينما، ودي المهنه اللي عرفتني واستاذ محمد الله يرحمه. فانا ممتنه جدا ان من واحد من اول الافلام انا عملتها ليه هو.
وحاجه كمان على قد ما انا اتشرفت بمعرفتي باستاذ محمد وانا بذاكر الارشيف بتاعه ادركت ان انا ما كنتش اعرفه زي ما انا كنت فاهم وحسيت ان احنا بالظروف اللي بنمر فيها بقالنا سنتين ان احنا لازم اي حد بنحبه نديله وقت نحتويه ونحبه على قد ما نقدر بس كده اتمنى ان رؤيتي الجديده ليه تكون اترجمت في الفيلم وتحسوها زي ما انا حسيتها الله يرحمه ومرسي ليه وشكرا.